كي باقا طالعه هابطه في الانستغرام وكتقولي غدا شنو غندير لهم لاش بوكس، غديري ليهم هاد لاش بوكس. هاد الساندويتش هذا خطير بزاف، غدهنتي الخدمه وليداتك المدرسه. وفي بول غادي ندير نص حبه ديال الفلفل مقطعه، نص حبه ديال البصله، شويه ديال الطون، عندي هنايا 4 ديال البيضات، البزار بضامتي ديال الثومه، وشويه ديال الملح وطبيعه الحال شويه ديال الربيع، وكنزيد 2 معالق معمرين ديال الدقيق. الا حسيتوا بالخليط ديالكم ناشف زيدوا واحد البيضه. كنخلط كلشي مزيان وكناخذ المول ديالي اللي غندخلو الفران. بالنسبه للمول فدهنتو بالزيت ضروري ومؤكد، كتصبوا الخليط وكتقادوا هكا واحد شويه وكتديكوريو باي حاجه بغيتوا. انا درت لي طوماط سوغيز ندخلوها الفران ملي طيب كنخرجوها، وهذا هو الشكل ديالها. كناخذ هذه البواطه هذه اللي كنحتفظ فوسط منها بالبان دومي ديال ساغا كويزين. هذه البواطه زوينه بزاف، كندهن البان دومي بشويه ديال الكيتشوب اختياري، شويه ديال الخس، الفخوماج ديال الساندويتش، وكنقطع هاد الطورطيه نتوما سميوها اللي بغيتو، كتجي بنينه وصافي. هذا هو المهم، كنحطها وكنسد بالخبز، وغادي نقطع لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي بنينه بزاف بزاف، وحتى الشكل ديالها زوين. كناخذ البواطه ديال لاش بوكس، كنفرش لها هذا الورق هذا، كنحط فوسط منها الخبز ديالي، ومن بعد كنسد عليها. هذه بالنسبه للغدا. بالنسبه للكوتي فعندي واحد لانش بوكس اخر اللي كندير فوسط منه الياوخت، الديسير، اللوز، المسمن، اي حاجه عندي في الدار، وبصحه والراحه.